طيب منتخب مصر بقى، وده الحدث الأهم بالنسبة لنا والتحدي اللي بننتظره ونترقبه بشكل كبير جدا، تحدي بطولة الأمم الأفريقية. ومنتخبنا إن شاء الله هيستهل مشواره في هذه البطولة اللي هو صاحب أكبر عدد من الألقاب فيها برصيد 7 ألقاب بمباراة غدا قوية جدا أمام المنتخب النيجيري. وأنا على عكس ناس كتير جدا بيقولوا إحنا لازم نبتدي بداية تدريجية، لأ أنا بشوف منتخبنا الوطني في الأحداث اللي زي دي لما يبتدي مع منتخب قوي بيظهر بشكل ممتاز. فأنا من الناس المتفائلة بصراحة إن شاء الله بمنتخبنا في مباراة غد. الماتش الساعة 6 بإذن الله، مباراة مهمة جدا. أطمن الناس بس على البعثة، لأن خلاص النهاردة كان في المسحة النهائية قبل مباراة بكرة. المسحة النهائية أسفرت على سلبية كل المساحات الخاصة بالبعثة بالكامل. الحمد لله فرقتنا كاملة وانتخابنا كامل في مباراة بكرة أمام المنتخب النيجيري بإذن الله تعالى. يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل. وأصفر كمان الاجتماع الفني لمباراة مصر ونيجيريا النهاردة، على أن منتخبنا بإذن الله هيلبس اللبس التقليدي أو زي التقليدي الخاص به، تيشرت أحمر، شورت أبيض، شراب أسود، وإن شاء الله يكونوا موافقين. في المقابل المنتخب النيجيري هيلبس أخضر فأخضر فأخضر، صح يا جماعة؟ تقريبا يعني. فبالتالي امر مهم. النهارده كمان كان في مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي حضره كل من مستر كارلوس كيروش، اللي هو مؤتمر صحفي اللي بيسبق كل مباراه، حضره مستر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا، وكمان حضره كابتن منتخب مصر نجمنا العالمي محمد صلاح. فبالتالي كارلوس كيروش قال بعض التصريحات المهمه، او يعني تعتبر تصريحات اللي هي العاديه قبل اي مباراه. قال ايه؟ قال ان احنا يعني فخورين جدا وسعداء بالمشاركه في البطوله، ونتشرف بمواجهه منتخب نيجيريا. عندنا 7 ماتشات، مطلوب مننا حاجه بسيطه قوي، حاجه طموحنا مش كبير، كل طموحنا ان احنا عايزين نكسب ال7 ماتشات. بشوفه تصريح يعني معقول شويه عكس اللي هو كان قاله في المؤتمر الصحفي قبل ما يسافر يعني بصراحه. فده امر مهم وتصريح من التصريحات المهمه جدا بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. قال لا أفكر في شيء آخر غير في البطولة، بطولة الأمم الأفريقية، ونتمنى أن احنا نكون موفقين فيها. دي تصريحات كارلوس كيروش. نجمنا المصري العالمي الكبير أحد أفضل اللاعبين في العالم والمرشح لجائزة ذا بيست من الاتحاد الدولي لكرة القدم مع ميسي وليفاندوسكي، قال تصريحات أيضا مهمة جدا قبل انطلاق مباراة الغد في المؤتمر الصحفي النهاردة. تعالوا نشوف محمد صلاح قال إيه ونرجع مرة تانية. لا انا شايف ان احنا بنجهز كويس الفرقه، يعتبر احنا في مصر بنبني كل شويه بنبني فرقه، فجبنا موجود مدرب جديد مادي اداء كويس مع الفرقه، وصلنا بشكل كبير للماتش، خلاص وصلنا للماتش البلاي اوف اللي هو كاس العالم. فاللعيبه يا دوب كل مكان بتبص فيه بتلاقي فيه لعيبه جديده، كل سنتين بتظهر لعيبه، فانا شايف ان الفرقة في ثقة 100%. جايين نحارب ان احنا نوصل لنهاية البطولة وناخد البطولة ان شاء الله. لكن ما اقدرش اقول ان احنا المرشح الاول، بس ما اقدرش اقول برضو ان احنا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسنا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر. ان شاء الله نعمل حاجة كويسة ونرجع بالكاس. بس انا متفائل وشايف ان الفرقة عندها ثقة يعني ان شاء الله. لا اكيد اتبسطت ان انا موجود في جلسه احسن 3 لعيبه. يعني شويه بتديك ايحاء ان انت بس زي ما تقول بتكلل مجهود السنه اللي فاتت والسنه دي برضه، فاكيد كنت مبسوط ان انا كنت موجود فيها. افتكر ان انا ليا الحق اني اصوت لنفسي، بس انا ما صوتش لنفسي. بس افتكر المدرب برضه ممكن يكون صوت لي، بس يعني هيبان كله هيبان. بس هو بيظهروا النتيجه تقريبا كمان شويه. لعيب عالمي بصراحه، ابرز لعيب في البطوله. لما يكون انت منتخب مصر بيشارك في بطوله الامم الافريقيه، يقول انت عندك ابرز لعيب في البطوله. بنشوف كمان وبنتابع الجماهير الكاميرونيه بتعمل ايه حوالين مقر اقامه المنتخب عشان بس يلمحوا محمد صلاح، بس يلمحوه. يعني بيتعامل معامله ميسي وكريستيانو رونالدو، ودي حاجه احنا ما كناش نحلم بيها بصراحه. فربنا يحميه يا رب من الاصابات ودايما يكون موفق. لكن عايز اقف عند تصريح مهم قوي هو قاله، وده يدل على عدم الاستقرار اللي دايما بتعاني منه الكره المصريه على مدار السنوات الاخيره. يعني قال لك احنا كل شويه بنبني فريق، ودي حاجه سلبيه جدا بصراحه. قال لك انا لعبت مع عدد كبير جدا من اللعيبه،
وكل سنتين بيظهر فريق وكل سنتين بيظهر لعيبه، فللاسف ما عندناش قوام ثابت لمنتخب مصر، ودي ابرز جزئيه مؤثره على منتخبنا. صعدنا كاس عالم بس كان لازم نكمل على الجيل اللي كان صعدنا كاس العالم. حصل متغيرات بسبب مثلا بعض اللعيبه كبروا في السن، بعض اللعيبه ابتعدوا عن مستواهم، كلام من ده، تغييرات كتير جدا في الاجهزه الفنيه بصراحه، وده امر لا يليق ابدا، لا يليق ابدا بمنتخب كبير زي منتخب مصر. فنقط صغيره اتكلم فيها محمد صلاح لازم نخلي بالنا منها، والرساله هنا للاتحاد المصري لكره القدم الجديد في اطار البناء والاستقرار، يعني ابني واستقر بقى، استقر على المجموعه اللي انت بنيتها. عندنا منتخب كويس وعندنا جهاز فني كويس، ان شاء الله بس يكونوا موفقين عشان تبقى بدايه للاستقرار فيما هو قادم من تحديات بالنسبه لمنتخبنا الوطني، وابرز التحديات دي طبعا الماتشين المؤهلين باذن الله تعالى لكاس العالم في شهر مارس. طيب خلينا نروح لفاصل اخير، بعد الفاصل نرجع لسه عندنا كلام عن منتخبنا الوطني وكمان ناخد تفاعلات حضراتكم، يلا بينا.